السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن موقع سراج. هذا الموقع يفيد الطلاب والمعلمين بشكل كبير. عشان أدخل لهذا الموقع أحتاج إني أروح الصفحة الرئيسية لجوجل وأكتب البوابة الكويتية للتعليم الإلكتروني. بعدها راح تظهر لي الروابط. أتأكد من الرابط الأول اللي مكتوب البوابة الكويتية للتعليم الإلكتروني سراج، بعدها أضغط عليها. راح تطلع لي الصفحة الرئيسية لموقع سراج، وعشان أدخل لهذا الموقع أحتاج أني أسجل الدخول. فيا أكون مستخدم قديم أو مستخدم جديد. إذا كنت مستخدم قديم أحط اسم المستخدم، كلمة المرور، ثم أضغط على زر الدخول. أما إذا كنت مستخدم جديد أضغط على هذا الزر. راح تطلع لي حقول مطلوب أني أعبيها. أول شيء أسجلها الآن معلم أم طالب، بعد ذلك أختار أي مرحلة دراسية أحتاجها، بعدها أختار الصف والنوع إذا كان ذكر أو أنثى، أكتب اسمي، اسم المستخدم، كلمة المرور، ثم أأكد على كلمة المرور، والبريد الإلكتروني أحطه، والهاتف النقال، وأضغط على هذا الزر مال التسجيل. إذا كنت أبي أروح للصفحة الرئيسية أضغط على علامة المنزل هذه. هذه هي مثل ما قلت صفحة سراج الرئيسية. راح نتكلم على جزئيتين، جزئية المعلم وجزئية الطالب. أول شيء راح أتفرغ وأتكلم عن جزئية الطالب. راح أتكلم عن المراحل الموجودة في موقع سراج. أول شيء عندي مرحلة رياض الأطفال وتحتوي على المستوى الأول والثاني، بعد ذلك راح تكون المرحلة الابتدائية وتحتوي على الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بعدها راح أروح للمرحلة المتوسطة وراح تحتوي على الصف السادس والسابع والثامن والتاسع، بعدها راح أروح للمرحلة الثانوية وراح تحتوي على الصف العاشر والحادي عشر بالقسمين العلمي والأدبي والصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي. إضافة على هذا راح يكون عندي للتعليم الديني والتربية الفكرية والمدارس الأجنبية وتعليم كبار ونحو الأمنية. في هذه الخانة راح تكون في مواعيد لدروس سراج الأونلاين. الحين راح أخذ مثال معاكم في المرحلة الابتدائية. راح أختار الصف الرابع مادة العلوم. في موقع سراج راح يحتوي على الكتب الإلكترونية والأنشطة التفاعلية، التجارب العلمية، وراح يكون في فيديوهات تعليمية، وراح تكون في دروس مرئية طبعا حسب المواد، راح تكون في عروض تقديمية، أسئلة تقويمية، أيضا أوراق العمل، نماذج اختبارات، امتحانات فترات، والقناة التربوية. الحين راح أتكلم عن الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي الطالب جدا يحتاجه في بداية السنة إذا تأخر إعطاء الطالب الكتاب، أو مثلا في نص السنة إذا الطالب نسى كتابه، أو إذا ضاع كتابه في فترة مهمة جدا مثل فترة الامتحانات. فراح تكون عندي الطبعتين في الفترة الأولى والفترة الثانية. أما الحين ننتقل للأشياء اللي ممكن يحتاجها الطالب. ممكن إنه يروح للتجارب العلمية ويشوف أي تجربة هو يحتاجها، مثلا ما فهمها من المعلم اللي هني كلها فيديوهات تشرح له. أيضا عندي أسئلة تقويمية إذا كان الطالب يبي يختبر نفسه، والأسئلة عندي هني سؤال أقدر إني أحط وأقدر أني أشوف إذا إجابتي كانت صح أم خاطئة، وأنتقل من سؤال لسؤال ويبين لي إذا إجابتي صح ولا خاطئة ويحط لي على الإجابة الصحيحة. الحين بروح لكم لمادة ثانية بالصفحة الرئيسية. ننتقل الحين إحنا في الصف الثامن في مادة القرآن الكريم. طبعا مثل ما قلنا الطالب ممكن يحتاج القرآن، كتاب القرآن أو التفسير. وعندي أهم شيء القناة التربوية. القناة التربوية ممكن يفيد الطالب جدا. إذا بيسمع القرآن بيحط له فيديو ويقرأ له، مثلا
يشغل هذا الفيديو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله. في مادة القرآن الكريم للصف الثامن، ويتناول الدرس الأول أن هاجر صلوات الله وسلامه عليه، والسورة التي بين، لأن هذا القرآن الذي بين أيديكم الذي تحدى به المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، إنما هو مكون ومؤلف من الحروف العربية. فهي المعلم شرح القرآن الكريم وأيضا تحتوي على التجويد، فالقناة التربوية جدا مفيدة للطلاب. نروح الصفحة الرئيسية، مثلا نختار الصف 12 قسم العلمي، مادة الفيزياء، نفس ما قلنا محتوي الكتاب الإلكتروني يقدر يطبعه الطالب، عندي أنشطة تفاعلية ممكن يستفيد منها إذا ما فهم شيء مع المدرس، فيجي على هذا الموقع ويشرح لنا. مثلا هذا درس الحد الكهرومغناطيسي، فعندي هنا مثال على حركة الجسم المشحون. هذا الموضوع يتضمن هدفا، اطلع عليه بتمعن. كثف عموديا على خطوط المجال الكهربائي تؤثر عليها قوة كهربائية في نفس اتجاه المجال. فهني يشرح للطالب خطوط المجال الكهربائي، فيقدر انه يفهم ويزيد فهمه من هذا الموقع والفيديوهات الموجودة. طبعا إذا حب أنه يزيد يروح للأسئلة التقويمية يزيد من فهمه، يروح تطلع له أسئلة ونفس ما قلنا يطلع معها تصحيح الإجابة. الحين احنا بالصفحة الرئيسية راح اعطيكم مثال في التعليم الديني مثلا، واختار مثلا الصف الرابع ويعطيني دروس الفقه، التفسير، السيرة النبوية مثلا. ونفس الشيء عندنا الكتاب وعندنا القناة التربوية، هذه الارقام الموضحة هني تبين اعداد الاشياء المتوفرة. في مواد تكون فيها متوفرة الاسئلة وفي مواد ما تكون متوفرة، مثلا الحين في هذه المادة مو موجود عندي الفيديوهات التعليمية. موقع سراج اللي يحتوي فيه اللي هو الكتب التعليمية والأنشطة الدراسية، التجارب العلمية، فيديوهات تعليمية، أيضا عروض تقديمية ونماذج اختبارات. الحين راح أروح حق قسم المعلم، وقسم المعلم نفس الشيء راح يكون موجود على هذه الصفحة الرئيسية له. مثلا نختار الصف الرابع ومادة الرياضيات، إذا المعلم يبي أوراق عمل مثلا يختار على ورقة العمل ويعرضها للطلاب أو أن يطبعها ويوزعها على طالب طالب، ففي وايد أوراق عمل ممكن تفيد المعلم. أيضا إذا في جزئية حس أنه ما قدر يوصلها يروح على القناة التربوية ويحط حق الطلاب فيديو ويعرض لهم إياه بشكل مبسط، أو حتى لإعادة المعلومة لتثبيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى، عنوان الوحدة الأعداد الكلية إلى العدد مليون. عنوان الدرس الأول بناء الأعداد واستكشاف القيم المكانية. هيا نقرأ رمز العدد المعروف 25.
فممكن مني يعرض المعلم جزء من الفيديو عشان يوصل الفكرة للطلاب. أيضا إذا المعلم عنده امتحانات ممكن إنه يروح لخانة مثلا نختار مادة العلوم، يروح لخانة نماذج الاختبارات ويختار نموذج. إذا كان عنده مثلا امتحان قصير يختار من النماذج هذه أسئلة معينة بحيث إنه يطلع له امتحان قصير وسريع. في أسئلة تقويمية، طبعا احنا قبل شوي قلنا إنه ممكن يفيد الطالب وهم يفيد المعلم. هنا عندي العروض التقديمية من المعلم جدا ممكن يستفيد منها. إذا ما مدى المعلم إنه يسوي عرض تقديمي فيطلع له مني العرض التقديمي الموجود. عرض تقديمي كامل يفيد المعلم ويختصر عليه الوقت. أما الحين راح أخذ مثال ثاني اللي هي مثلا المدارس الأجنبية، وراح تطلع لي الأشياء اللي يحتاجها من كتب للطالب ويفيدها، كتب خاصة للمدارس الأجنبية مثل ما أنتم شايفين. فإذا خلصت من هذا كله أبي أروح للصفحة الرئيسية، أضغط على علامة المنزل فتطلع للصفحة الرئيسية. في هذه العلامة الثانية شارحين الموقع سراج إن من أهمه، حاطين مقدمة ونبذة قصيرة عنهم. إذا أبي أتواصل معهم أقدر إني أتصل عليهم تليفون أو أكلمهم إيميل. هني أقدر بهذا التبويب أقدر أختاره ويطلع لي المدارس مرات وزارة التربية الموجودة، أختار المرحلة والمنطقة ويطلع لي مثلا أختار المتوسطة منطقة الأحمدي ويطلع لي المدارس الموجودة في منطقة الأحمدي. هذا يفيد جدا المعلم إذا كان يحتاج أن ينتقل لمدارس في نفس محافظته، فراح يفيد هذا التبويب. أيضا موقع سراج مسهل جدا طرق التواصل، فهو عنده فيسبوك وتويتر ويوتيوب وأيضا إنستغرام. هني طالع لي إحصائية وأرقام الأنشطة الموجودة وعدد الزوار وهم عدد المشاهدات. أيضا إذا كنت معلم وحاب إني أضيف أشياء تفيد هذا الموقع أقدر أحط نموذج تقويمي، درس مرئي، عروض تقديمية أو فيديوهات تعليمية أو ورقة عمل. فمثلا إذا أنا معلم وأبي أضيف ورقة عمل أضغط عليها أحط اسم المستخدم وكلمة المرور وأضيف هني ورقة العمل اللي أنا بحطها. فمثل ما قلنا إذا بنروح للصفحة الرئيسية نضغط على علامة المنزل، وهذه هي الصفحة الرئيسية للموقع، وموجود مجاني تطبيق أقدر أني أنزله على أي جهاز عندي. ومثل ما قلنا موقع سراج يفيد الطالب والمعلم بشكل كبير، وموجودة جميع المراحل الدراسية للطلاب وفي كل المواد اللي موجودة، وأيضا يفيد المعلمين وفي كل الأشياء اللي تفيد المعلم من عروض تقديمية، أسئلة نماذج، امتحانات سابقة، وأيضا فيه فيديوهات. أيضاً